يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قمت لصلاة الفجر متأخرا فهل أقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة حتى ولو خشيت طلوع الشمس؟ نعم، هذا لا بد منه، تقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مش اللي نومت عن صلاة الفجر، تخلي الجماعة تأخر الصلاة، إن كان هذا عن غلبة وانت ما قصدته فأنت معذور، أما إن كان عادة هكذا اعتدت أنك ما تقوم هذا غلط كبير. أولا فاتك صلاة الجماعة، وثانيا أخرجت الصلاة عن وقتها بسبب تفريطك. نعم.